يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا إمام مسجد وأحب حضور درسكم هذا، وإذا صليت بمسجدي المغرب والعشاء لم أتمكن إلا من حضور نصف ساعة فقط من الدرس. سؤاله: هل علي شيء لو وكلت أحدا من الإخوة ليصلي بالمسجد؟ إذا وكلت واحد ثقة وتبرأ به الذمة لا بأس بذلك، لأن هذا لغرض صحيح وهو حضور الدرس. نعم.